خوينا اخطر انا بلعت الدار داك في ابو تركي خوينا اخطر احس من اليوم حرب ونزاع اقولها في هوا ولا بلي هوا في كل سبتين يمر هذا قرار خلوه انا يا اخويكم مالي عشبه عندكم مالك مالي تقدير عندكم خلاص هذا قرار هذا قرار تقدروني لي غلا عندكم خلاص هذا قرار يا عيال تكفون خلاص تكفون كان تكفون فكاليا جاءت بعد اجتماع لو انها في ايديني قلت مالك لوا تكسر من دمع خالد أحس في داخلي من اليوم حرب ونزاع أقولها في هوا ولا بلي هوا في كل سبتين يمر يغيب نجم وشعاع يغيب نجمين من يضيق صدري ليا طر علي الوداع أنا أشهد إن المفر جرح ما لا دوا ممحق من الفرقة ليا لو انها في ايديني قلت مالك لوا في هوا ولا بلي
تجي عند رجال يا أخي. والله إنه ما ينجم دائماً المستبعد. يا خير ما تجي الخير خافك تجي والله. يضيق صدري ليا طروا علي الوداع أنا أشهد إن المفار جرح ما لا دواء ممحق من الفرقة ليا جاز بعد اجتماع لو إنها هذا عاد شيء تفاهم عندي يا نداء.